هل الكتاب الورقي كان ليه حضور ملحوظ في 2023، ولا من وجهة نظرك الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الصوتي كان ليهم حضور أقوى من الكتاب الورقي؟ والله هو الكتاب الورقي يعني انا اتمنى من الله انه لا يندثر، هو لن يندثر ان شاء الله يعني، لان احنا كقراء بنحب نمسك الكتاب الورقي في طبعا. ايدينا، ولكن في نفس التوقيت ده ما يمنعش ان حضور الكتب الالكترونيه او صدور الكتب بصيغه الكترونيه او بصيغه صوتيه سهلت على القراء كتير جدا عمليه الوصول للكتاب. اي بمعنى ان ممكن حد يكون مسافر او بره في الشغل او ما يقدرش انه يتحرك بالكتاب معاه على طول، طبعا فيقدر ان هو يفتح النسخه الالكترونيه او النسخه الصوتيه من الكتاب يسمعها وهو رايح الشغل وهو راجع، او يقراها وهو في مواصلات او هو قاعد مثلا مستني حاجه تحصل، قاعد مفهوم. في ويتنج اريا في اي مكان، اي فيقدر يطلع الكتاب ويقراه. ده غير كمان ان صدور الكتب بشكل الكتروني على المنصات او على الابلكيشنز اللي بقت متخصصه في الموضوع ده اه سهلت بكتير قوي ان ممكن واحد يكون قاعد في منطقه نائيه وما فيش جنبه مكتبات وحابب انه مفهوم يقرا كتاب، طبعا. فيقدر بمنتهى السهوله انه يدخل على الابلكيشن ويوصل للكتاب بصيغه الكترونيه مشروعه طبعا، ويقدر ان هو يقرا الكتاب كاملا ويستمتع بيه. فهو فتح مجالات كبيره ووسع الدايره بتاعت القراء بشكل افقي. اه جميل، بس نتمنى من الله انه ما يلغيش الكتاب الورقي لا برضه. لا ان شاء الله، لا لا ان شاء الله، لا ما اكيد نقدرش نستغنى عن الكتاب الورقي. اكيد طبعا.